عمر قاعدين. لازم يحطوا ملاعب حدائق زي عمان يعني. انا اشتغل مع جدي في المزارع. عندي فيسبوك وعندي ايميل وعندي دي اس. في حياه اجتماعيه زي هيك يعني بالمدرسه. هوش حاليا الملعب هذا احنا عملنا بجرافه واشترينا العارضات على حسابنا بنلم من بعض اشتراكات. أنا هون جاي ألعب وأكيف، هون في كثير ألعاب منوعة عشان نلعبها، ويعني إنه بنلعب كثير ألعاب، في ألعاب إنه للطفولي وفي ألعاب للكبار. مرات نلعب هون طابة، وكمان قلول، نلعب قلول، ونلعب في البسكليتات ونزحلق على الزحليق اللي غاد. مول يعني سوبر ماركت كبير فيه ألعاب وأشياء كثير. مول؟ لا. ايش يعني مول؟ ما عمرك سمعت فيه؟ لا ما عمري. هم لازم يحطوا حدائق ويحطوا ملاعب. 3-1. ولازم كمان يحطوا ضواو للشوارع يحطوا. والله ما يخاف يا معلم. وهنا لازم يحط جسر، يعني الواحد لما يسال السير يقع فيه يروح، لانه هاي طريق مدرسه. طريق مدرسه كمان عندنا. هذا اللي هو السير اللي حكوا عنه، طبعا هذا هو اللي هو جنب المقبره، طبعا ما فيش متر بينه وبين المقبره، طبعا هذا بسحب بكون مايج، باخذ الناس، باخذ اي شيء بطريقه، فتره الدراسه بالايام الدوام الرسمي بيقطعوا السيل هذا بالنسبة لهم، وهذا أكبر خطورة لهم للأطفال. لما الواحد يمشي يمكن الواد يسيله ياخذه يقشه معه. مرات يقش لما يكون قوي يقش. قش مرة ذيك المرة كنا أنا وخالف قش كلب. يحط في جنر ويحط. مين هو اللي غير؟ ويجيب يحط شرطة هنا. يجيب الشرطة. كان يلعب معكم. خلاص. هذا غير. يا دوب احنا طلعنا. هيو غرق. هاي اللي انقذه. هيو اخوه اللي انقذه. هيو. وضحت. انا عندي فيسبوك، عندي اياه من قبل 3 سنوات يمكن. نضيف صداقة ونحط تعليق على شو اسمه، نعلقها من زمان من ايام العيد. انا بالبيت بلعب البلاي ستيشن وكمبيوتر وبالوي واشياء كثير، يعني عندي بلاي ستيشن ووي وعندي ايباد وعندي بي اس بي. بلاي ستيشن ولا واحد بالحارة عنده بلاي ستيشن. ايش تعملوا؟ ايش هاي؟ احلى لعبه. استنى خلينا نرتب. استنى خليهم على طبيعتهم. خليهم. ايش كنتوا تعملوا انتوا هون؟ بس كنا نشقلب زي الدحدث. كنا نروح على الدار ناكل كتله من اهالينا من كير. ليش تاكل كتله من اهالي؟ لا تراب، عشان في ناس بكونوا طالعين متحمل من هسه وبرجع بتوسخ. انا بدي اتحمل من جوا ان شاء الله. بطلعوا على غرفه بضل ينطوا من فوقيها على التراب. ما حدا بيصير فيه شيء يعني. نطيتي. عندي واحد زي ما انت شايف بصير اذا واحد اتكسر بصير شيء شيء بس بينكسر بس. هذا بصير. انا بفرج على التاي.
معلم. الله الله اكبر الله اكبر. يا اللي عطابه هون في واحد لا 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 من هذا اللي هو حمزة وفي كلاب كمان وراها. عليك السلام والله عليك. بدنا نحكي بشغلتين. الشغلة الأولى إنه شباب صغار زي هيك المفروض يكون في مركز حتى يثقفهم، حتى يعني يضبهم، حتى إنه ما يطلعوا بالشوارع هيك ويروحوا هباء منثورة. خلينا نحكي الشغلة الثانية، إحنا لما نحكي إنه يعني ضمن فئات عمرية، أنا عندنا حوالي 50 واحد غير الناس اللي ما إجوا. طب 50 واحد هذول لو ظلوا بهالشوارع فلتانين ويمكن تصير مشاكل، يمكن حتى يتعلموا طرق، خلينا نحكي ما بدنا نحكي شاذة، بس طرق يعني مش مناسبة لهم ولجيلهم انهم يتعلموها. كنا قاعدين نلعب، في واحد غاد زحلق وانا فاتت في دقزاز منها وجرحته. أحب لعب كرة سير. وسط ولا هجوم؟ هجوم. يا بخلنا نقول لهم شوفوا انتم معايا، شوفوا 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 ويا ريت يا ريت يعني الكلام هذا يصل لها الناس المسؤولين اللي خليهم يجوهن على هالمنطقة هاي. ما في مول ولا في سوبر ماركتات كبيرة ولا في شيء، وين بتلعب؟ بقعد على الرمل عادي وعادي بتمشى. طلع خدمات رئيسية مش موجودة. زيح زيح.